السلام عليكم اخوان، شلونكم؟ ان شاء الله دومكم بخير. مره اخرى نرجع وياكم بفيديو اخر. انا هالكو من هالكوس كلاود هاوس. التانك اللي راح نسوي عليه ريفيو اليوم هو السفور RTA 22 ملم من شركه ووتوكو، الاسود مثل ما نشوف عندنا اللون الاسود هنا. تانك نظام التهويه مالته يختلف عن التانكات الاخرى، التهويه تكون من فوق تنزل على الكويل وليس من تحت، ماكو اي ليك، ماكو اي شيء ما يسبب اي انواع من انواع الليك. خلي ننزل نشوف محتويات الباكيت لما تستلمه، نسوي له كويل، نسوي له وك، ونعطي راينا حول هذا التانك. اخوان هسه نباوع مكونات الباكيت اللي عندنا هنا، مكتوب سبورت RTA هذا الجانب، عندك الكود اللي تتأكد منه، هذا الشفطة يطلع منه كود جوا، تأكد على الموقع والموقع مكتوب هي ورا، وكم شهادة مكتوبة هنا نشوف، وكذلك عضوية ووتوكو في مختلف منظمات البيت من هذا الجانب. شوف كود باركود واللون مكتوب سبورت RTA بلاك، هذا الجانب كذلك يبين لك اللون مكتوب. طبعا اللي عندنا هنا هو الاسود مثل ما شفتوا. نجي على محتويات الباكيت. اول شيء عندك دليل مستخدم مثل كل منتجات ووتوكو، صور شرح طريقة كلش سهلة، مكونات الباكيت، كيف التعبئة، وضع الكويل وما إلى ذلك. هنا أكو نقطة أكثرية الريفيوات اللي شفتها ما حد اتطرق لها، هنا عندك نقطة هسه نرجع عليها، هذه تبين لك إنه الكويل مواجه لفتحات الهواء، وهسه إن شاء الله نرجع عليها. هنا بطاقة أخرى لحصرية المنتوج، شخط نفس الشيء ويطلع لك الرقم السري. في الباكيت عندك الووتوكو RTA، زجاجة إضافية شيء كلش حلو، خصوصا إن زجاج فايركس تنكسر بسهولة، طبعا كل الزجاجات تنكسر بسهولة جو الباكيت. طبعا هذني النسخة المحدثة ما راح نفتحها، طبعا من شركة كامب واير، الاسلاك والقطن وكل شيء. هذه بيها كويلين، اللي جاي تشوف انه بيه كويلين قطن، هذه بيها واشرات والنكي نفس هذا الموجود هنا، نفس الالنكي موجود بيه ومجموعه واشرات اضافيه. خلي هسه نرجع على التانك نفسه شوي نحكي عنه نشوف المواصفات. التانك اللي تشوفوه هنا اخوانا سعة مالته 2 مل، القطر 22 مل، مثل ما تشوفون هنا ال 510 او الموجب الفن الوسط طالع مسافة كافية، يعني كل سهولة تقدر تستخدم هذه على الهايبريد مود الميكانيكال، بكل سهولة تقدر تستخدمها، بس ما انصح انك تستخدمها لان الاسلاك اللي راح تستخدمها بهاي ما راح تعطيك الامكانيه انك تخليها على الهايبرد الا اذا يكون عندك تكون ضليع الميكانيكال مود. تعبئه من فوق طبعا هسه نشوفكم الدروب تيب اللي عندك، المبسم الاسود يجي ويا اسود واللي مصنوع من بيرلن، الستين ستيل يجي ويا مبسم ستين ستيل، طبعا الدرلن يعجبني اكثر. هذا رأيي الشخصي، تقدر تستخدم عليه أي مبسم آخر من المباسم اللي تريدها. مثل ما نشوف نجي على التعبئة الفوقية، تكون منا فتحات تعبئة للجوز مناسبة بالحجم متوسطة، عندك التحكم بالهواء
فتحتين اللي يقوم بيه من جانب، فمثلا ناسا شوية بالنص يكون نفس الشيء من الجانب الثاني، ويوقف لما توصل للنهاية يوقف، ومن لما توصل للنهاية لما تنتهي بالكامل يوقف. عندك علامة وتوكون هنا السبور مكتوب مثل ما تشوفون، وعندك الجوز فلو كنترول أربع فتحات، هذا الجوز فلو كنترول هسه مفتوح من كل الجوانب، مو مثل الجريفن. الجريفن كان بي مشكلة انه تشوف اثنين منهم مفتوحات واثنين على النص، ما كان 100%، ولكن هذه ما عندنا هاي المشكلة. هسه نجي على النقطة اللي تكلمنا عنها، ما ادري اذا تشوفوه، هسه تشوفوه عندك نقطتين هنا، هنا نقطة وهنا نقطة. طبعا لما نسد الجوز فلو كنترول هذه النقطة تتحرك مثل ما تشوفون هنا، بس لما تريد انه فتحات الهواء تكون مقابلة للكويل تراعي هاي النقطتين. طبعا عندك نقطة لف من هذا الجانب بس نقطة منها، لاني اذا فتحته اكثر من اللازم اذا جبت لهنا هذه شوية تكون مفتوحة، فحاول تبقى على الجانب اللي يكون بيه انسد، وهذا هسه مفتوح والهواء على الكويلات مباشرة. هسه نشوف الدك كل بناء البوستات، مثل ما تشوفون هنا البوستات فيلوستي ستايل مليمين مليمترين، تقدر تستخدم بيها اسلاك ضخيمة، ولكن ما انصح لي بسبب حجم الدك دك البناء. الويك كلش سهل، طوق الويك تقدر بكل سهولة توخره لان بيها الحزوز، مثل ما كنا نعرف بالجريفن ما كان عندك هذا الشيء، كان كلش صعب انك توخره، ولو ما تحتاج انك توخره حتى بهذه الحالة، مجرد تخلي القطن بالجوس ويل. هسه نجي على كيفية تفكيك التانك بشكل كامل. طبعا التانك لما تستلمه شوي يكون مضبوط، تاخذ لك مجرد وصلة تلزمها او اي شيء يكون تخلي بلايز او الملقط تخليه هنا وينفتح التانك. هذه اجزاء التانك اللي عندنا، وهذا اللي كان قصنا بفتحات الهواء. طبعا اذا نشد هاي اقدر اراويكم هاي النقطة، هسه خلينا نقطتين واحدة مقابلة للثانية كما نشوف. تشوف هنا الهواء يكون ينزل على الكويل مباشرة، الهواء ينزل على الكويل، طبعا البوست صاير هنا وبوست صاير هنا مثل ما تشوفون البوستات هنا، ينزل بشكل مباشر على الكويل، جوز فلو كنترول مفتوح. فهذه نقطة من النقاط اللي تراعيها، دائما ما تسويها بهاي الطريقة مثل يعني ما تراعي هاي النقطتين انه يكونوا واحدة مقابل الثانية، التانك يحمى وبنفس الوقت ما راح يطيق كلاود او فيب. طبعا هذا التانك مصنوع خصيصا للنكهة، ما راح يطيق كلاود كلش قوي، يطيق كلاود محترم ولكن ليس يعني مو شيء كلش قوي. فحاول تتذكر هذه النقطة إذا أنت تريد تبحث عن الكلاود وكلاود شيسر وتريد كلاود، هذا التانك ما أظن راح يفيدك، ولكن للأشخاص اللي يهتمون بالنكهة هذا التانك يفيدك. من ناحية السعة طبعا مثل ما قلنا ملي لترين، هواية من الإخوان يقولون بس ملي لترين مو كافية وما إلى ذلك، يجوز أنت تريد تانك السعة مالته كبيرة، بس هذه لعدة أسباب إنه تاخذ مجرد ملي لترين. السبب الأول إنه يريدون يفتحون سوقهم في أوروبا، السبب الثاني إنه إذا تريد نكهة مضبوطة 100% طبعا سعة التانك لازم تكون قليلة، لأن كل ما الجوس يحمى كل ما يفقد النكهة، فلهذا هذا التانك سعة مالته ملي لترين. بس نجي نخلي له كويل، سوينا كويلين هنا مجهزين على مود ناخذ لنطول بالفيديو، خمس لفات الاسلاك اللي نستخدمها هي ماركة ديمون كيلر ايليان كلافتن.
هسا اخوان نجي نخلي الوقت قطع كان خوي العفو قطع مثل ما عنكم مثل مرة نزع الطبقة الخارجية من البطن الثانية طبعا القطن راح نقصه بنهاية الجوس ويل مطابق الى نهاية الجوس ويل من هاي الناحية ناخذ النهاية خليها مكتوبة هاني هاي الطريقة تبعتها وفادتني ما عندي اي مشكلة ما عندي اي بيك سبيد باك ما عندي اي وحدة من هذا خليل الجوس الجوس اللي نستخدمه اليوم هو من الفاجن بيبر الرينبو رود اللي هو آيس كريم فواكه مشكلة طبعا للإخوان اللي يحبون الجوس الحلو هذا الجوس رائع جدا وحلو جدا بالنسبة ٢٣ أوم على 4 فولت طبعا مثل ما تعرفون هذا ما راح يفيد نفس غرض المود ولا فعلا تشوفه نرجع لكم مرة أخرى أخوان طبعا تانك رائع طبعا مثل كل تانك عدا مساوئ وعدا حسنات من المساوئ انه اذا فتحت الهواء بشكل كامل مثل ما انا فاتحه 100% يطق بيب بارد وقليل ولكن لما نقلله للنص بيب رائع طبعا مثل ما قلنا هذا مو تانك كلاود هذا تانك بيب طبعا نكهة كلش رائعة نكهة صافي يراد لك تعرف شوية بالوك على مود تسوي لوك مضبوط هذه من مسارة من محاسنها صغيرة بالحجم زين تعبية فوقية ما عندك ليك بأي شكل من الأشكال إذا سويت الوقت مضبوط ما عندك أي ليك بأي شكل من الأشكال بعض الإخوان يشوفون اثنين ملكة أنه إحدى النقاط السلبية جاء هذا التانك بالعكس هسه مثل ما قلنا لما كنا نبني كويل وما إلى ذلك شرحنا لكم أنه أكو عدة أسباب أن التانك يسووا من الاثنين أولا لترويجها بسوق اوروبا لان يعني باوروبا اذا تشتري تانك من محل ما المفروض يكون الحجم ماله اظن هذا خصوصا للار تي اي انه يكون اكثر من 2 السعه مالته من الليترين كذلك كل ما يحمى التانك الجوس يحمى
لما الجوس يحمى يفقد النكهة، يفقد النيكوتين، يفقد الجودة. فلهذه من احدى النقاط الاخرى اللي اشوفها ايجابية هي السعة القليلة. صحيح انت لازم تفرز جوس، بس انت ما عندك مشكلة لان يعني تعبيها من فوق، مجرد تفتحها وتعبي الجوس. من هاي الناحية هذا بما خصوص التعب. عندنا طبعا خبر صار سابقا، سوينا فيديو، اول فيديو لي، وقلنا راح يكون لي giveaway، راح يكون لي هدية، ولكن ما صار بسبب عرقلات ومشاكل. ولكن ان شاء الله من هسه راح نبدي مرة اخرى. الهدية راح يكون تانك سابور RTA من شركة لوتوكو. الهدية تكون من قبل السيد زياد الرفاعي. طبعا شلون انت تقدر تدخل بهذا يا نصيب خلينا نسميه لهذا التانك؟ مجرد تعلق على الفيديو وتسوي له لايك وفيديو، التعليق العفو على الفيديو، وراح نقوم بفرز الاسماء. وبعدين ان شاء الله بنهاية هذا الشهر او الاسبوع اللي وراه، اول اسبوع من شهر 12، راح نعلن اسم الفائز باحد فيديوهات. اترقبوا هذا الاسبوع، راح يكون عندنا هواية فيديوهات، وراح يكون عندنا هواية giveaway هدايا. ان شاء الله نشوفكم بفيديو اخر. كان وياكم هالكو من هالكوست كلاود هاوس.